رمضان كريم على كل متابعين قناة كوك تيفي، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. قررت نارين وشيرين وسيدرا عمارة فتح قناة جديدة على اليوتيوب باسم دي أمارة فاميلي، حيث راح يكون محتوى القناة عبارة عن فيديوهات من كواليس فيديوهاتهم اللي راح تنزل بقناتهم الرئيسية، حيث عدد المشتركين بالقناة وصل لأكثر من 17,000 مشترك خلال يومين فقط. وأول فيديو نزل على القناة نزل قبل يومين، وهو عبارة عن كواليس من فيديو السواقة لنارين وبنباس اللي صار محقق 100,000 مشاهدة. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.